كشف تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام عن شهر فبراير الماضي الذي صدر بالتزامن مع انعقاد الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن استمرار الانتهاكات ضد حرية الصحافة، راصدا وقوع 37 انتهاكا خلال الشهر. وتصدر الانتهاكات خلال الشهر الماضي الحبس والاحتجاز، تلاها القرارات الإدارية التعسفية، ثم المحاكمات المعيبة والتدابير الاحترازية، وحل رابعا انتهاكات السجون والانتهاكات النقابية والمنع من السفر والترحيل. يشار إلى أن مصر تحتل المرتبة 161 من أصل 108 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2018، وقد تم حجب أكثر من 500 موقع صحفي وإعلامي في الفترة الأخيرة. ينضم إلينا من بيروت أحمد عبدين الكاتب الصحفي. أهلا بيك معايا أحمد، وخلينا نحكي عن رقم 37 بشكل عام. إيه قراءتك لرقم 37 انتهاك في حق حرية الصحافة في شهر فبراير فقط؟ مساء الخير يا أستاذة. صراحة يعني كان شهر فبراير مليء بالانتهاكات، ومنها بعض الانتهاكات اللي كانت فريدة من نوعها وجديدة على الوسط الصحفي المصري، زي موضوع القبض واحتجاز مراسل النيويورك تايمز. احتجاز مراسل نيويورك تايمز في مصر ديفيد كيرك باتريك، وده كان حدث كبير جدا لم تشهده مصر من فتره طويله جدا، بجانب قرارات تعسفيه واجراءات قمعيه شديده زي الاحتجاز والاجراءات الاحترازيه اللي تعتبر سجن، بل هو سجن يعني شديد الاهانه، ان صحفي يروح يقعد 12 ساعه في قسم الشرطه متكدر زي ما بنشوف دلوقتي مع الزميل العزيز محمود ابو زيد شوكان، يعني اللي قضى 5 سنين في السجن النهارده بيروح يقضي 12 ساعه كمان في حجز قسم الشرطه يوميا. ال 37 ده رقم كبير بلا شك، والتقرير كان صراحه. طب يا احمد، يعني على ذكرك للي حصل مع مراسل نيويورك تايمز ديفيد كيرك باتريك، يعني ازاي تفسر حادث زي كده يتم احتجازه في المطار ثم ترحيله في وقت في وقت ثواني احمد، في وقت في يعني عودة مرة أخرى، أكرر سؤالي مرة أخرى، على ذكرك لما حدث لديفيد كيرك باتريك مراسل نيويورك تايمز اللي تم احتجازه في مطار القاهرة من ثم ترحيله من مصر، إزاي بيتزامن دون مع وقت في وزارة الخارجية يعني بترسل العديد من البيانات اللي بتؤكد على احترام مصر لحرية الصحافة واحترام مصر لحرية التعبير؟ إيه تفسيرك للموقف ده؟ شوف يا أستاذة، هو الموضوع باختصار فكرة الطمأنينة لما يقوله النظام، يعني طول ما في داعم كبير للنظام في الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض هو بلا شك بيقول اللي هو عايزه، يعني هو لا يعنيه هل الكلام ده صحيح أم خاطئ. شفنا تصريحات السيسي مع برنامج 60 دقيقة في قناة سي بي إس، شفنا كمية كلام يعني لا يمت للواقع بصلة، ولكن الانتهاكات اللي على الأرض بلا شك يعني لا تخطئها عين. عندنا صحفيين زي الأستاذ هشام جعفر اللي بقاله سنوات طويلة وحالته الصحية بتتدهور كل يوم، عندنا صحفيين كتير مصطفى الأعصر وحسن البنا، عندنا إجراءات تعسفية شديدة تجاه بعض الصحفيين زي الزميلة زينب أبو عونة اللي بعد إخلاء سبيلها بتروح كمان هي بالإجراءات الاحترازية للإمضاء في اسم الشرطة بشكل شبه يومي. عندنا وضع إعلامي في مصر شديد السوء، يعني ما في يعني بغض النظر عن بعض المعايير اللي بتختلف من مؤسسة للتانية، زي مثلا عدد الصحفيين في مصر اللي ذكرهم التقرير اللي حضرتك بتشير إليه إن هو 94 صحفي، في حين مؤسسات تانية زي مراسلون بلا حدود بتقول ان هم 31 بس، يعني اختلاف المعايير، ولكن ما يتفق عليه الجميع ان مصر بتعيش واحدة من أسوأ مراحلها فيما يخص حرية الصحافة واجراءات اللي بتتخذ ضد الصحفيين في مصر.
عندنا إجراءات قمعية شديدة، والغريب يعني والجديد إن لا ينجو منها أحد صراحة. يعني إحنا عندنا زي ما ذكر التقرير إن عندنا حد زي الإعلام يوسف الحسيني بيتم محاكمته اليوم بتهمة إهانة السلطة القضائية، وهي تهمة لاحقت العشرات من الصحفيين ومن النشطاء، بعضهم موالي للنظام. فإحنا عندنا صراحة مشهد شديد العبثية في المشهد في الوسط الإعلامي في مصر، محاولة غريبة للسيطرة ليس فقط على وسائل الإعلام ولكن على المجتمع بالكامل. إحنا عندنا النهاردة عشرات من الناس بيتم إلقاء القبض عليهم بسبب بوست على الفيسبوك، وأول تهمة بتتوجه لهم نشر أخبار كاذبة. يعني المفروض إن طبقا للدستور والقانون النهاردة مفيش حبس لأي حد بسبب رأيه اللي هو بينافي تماما التهمة الموجهة للعشرات. النهاردة وامبارح وخلال الاسبوع اللي فات في عشرات بيتم القبض عليهم بما فيهم ملك اللي قضيتها اثيرت لانها هي عابره جنسيه، فكان في تخوف عليها من اجراءات الحجز. كل الناس اللي بتقبض عليها بيتم توجيه لها تهمه نشر اخبار كاذبه، وهي التهمه اللي المفروض لا يتم الحبس فيها طبقا للقانون وللدستور. ولكن احنا شايفين وضع غريب، شايفين الزميل احمد جمال زياده اللي متوجه له تهمه واحده بس اللي هي نشر اخبار كاذبه، وصدر قرار من النيابه بالافراج عنه وحتى الان لم ينفذ القرار. شايفين اجراءات تعسفيه، شايفين شوكان بيروح الاسم 12 ساعه ومع ذلك بيتم التعنت وتاخيره واحتجازه في الاسم واخراجه يوم تاني. شكرا احمد عبدين الكاتب الصحفي، كنت معنا من بيروت، شرفتنا يا احمد.